كيف سيتعامل مجلس الأمة مع رد هذين القرنين؟ يعني بداية يجب أن أؤكد بأن الرد هي مكنة وآلية وقدرة موجودة في الدستور، هي ممارسة دستورية. من حق المجلس يقر القانون بمداولتين، من حق سمو الأمير عبر الحكومة في مرسوم أن يرد مثل هذه القوانين، من حق المجلس أن يرد هذا الرد بأغلبية استثنائية في ذات دور انعقاد أو بأغلبية عادية في أي دور انعقاد مقبل. فهي ممارسة يعني كما نقول يعني إن صحت تسمية السياسة لعبة، فهي لعبة ضمن قواعد اللعبة، يعني ليست ممارسة خاطئة من الحكومة مورست في هذا المجلس. ماذا سيكون رد فعلنا؟ أنا أظن رد فعلنا يجب أن يكون جماعي على ضوء ما بدأنا فيه، وهو التنسيق النيابي والتعاون النيابي الحكومي. أتت حكومة متعاونة، لا والله نستأذنكم أجلوا هذا شوية شهرين وأنا بعطيكم هالمكتسبات الإصلاحية أو الشعبية أو التنموية، لا والله هذا خن عدلة لا تقرون بنفسي تعدلوا هالقضايا فيه وأنا سأمررها. يعني المسألة خاضعة للعمل السياسي وفقا للدستور. يعني ما تداعيتوا كنواب الاجتماع لاتخاذ موقف موحد؟ لأن موقفنا متأثر أيضا بالموقف من الحكومة. نعم. ومدى تعاون الحكومة ومدى قدوم رئيس وزراء إصلاحي وتشكيل متجانس متكافئ، هذا شيء سيدفعك لمزيد من التعاون، أو شيء من بدايته لا والله يعني أترز وزراء أنا لا يعني لا أريد أن أتعاون وأنا علي ملاحظات ومستمر بهذه الملاحظات. أكيد أنت يعني كرجل وطني قبل أن تكون سياسي ستتعامل أيضا بطريقة مختلفة. بس أنا أقول كل هذه الممارسات الرد ورد الرد كلها بالنهاية وفق دستور 1962 الذي أقسم عليه سمو الأمير وأقسمت عليه الحكومة وأقسم عليه النواب، ونفتخر فيه ونحترمه ونلتزمه جميعا. يعني إذا 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 كانت حكومة جيدة متعاونة ممكن يكون في أخذ وعطاء في هذه يعني القوانين. أتت مثلا يعني قالت مثلا رد الاعتبار، أنا موافقة على المبدأ. ترى قضية رد الاعتبار مو تشمل فقط 5 أو 6 سياسيين، هي مو فقط للسياسيين بالضبط، هي قضية اجتماعية. وتوجه القوانين الجزائية الحديثة لاختلافها الآن وانتقالها من فلسفة العقوبة إلى فلسفة الإصلاح والإدماج بالمجتمع، كلها قامت تخفض هذه المدد وبعضها تلغيها. يصبح ماكو ضمانة أن اللي يطلع من العقوبة ضمانة أنه يرد مرة ثانية يندمج بالمجتمع، يعني هذا أحد الأسباب. أيهما يعني يشجع أكثر على اندماجه؟ حرمانه من الوظيفة والعمل وإقصاءه وإبعاده، هذا يعدل يساهم باندماجه، ولا توفير العمل ومصدر الرزق وأبعاده عن الصحبة السيئة وإدماجه بالمجتمع؟ نحن تبنينا منهج وسط بأن في اللجنة التشريعية، وأنا تشرف أني كنت يعني مقررها في لحظة إعداد هذا التقرير، والزملاء فيها يعني جهدهم جدا كبير، ودرسنا القوانين المقارنة وسمعنا من الحكومة، فعدينا قضية تربطها بحكم القاضي. القاضي قدر هذه مسألة محتاجة عقوبة متدنية، حط له إذا رد اعتبار متدني، قدرها عالية حط له رد اعتبار عالي، فربطناها بهذه الآلية. الحكومة لها وجهة نظر، بالعكس يعني القانون علم قائم على الجدل، هما ردوا ورد الاعتبار، احنا الآن نحتاج نتداعى كلجنة تشريعية ندرس مثل هذا الرد قانونيا، ثم نتدارس سياسيا مع زملائنا النواب، قد نعدل قد نوصل لتفاوض مع الحكومة، لا أنتوا قلصتوها وايد بالنص، قلصوها والله 2/3 وإحنا قابلين بمبدأ التقليص، ولا لا ألغوها عن الجناح وأبقوها كما هي عن الجنايات. يعني المسألة هي تفاوض، يعني قابلة للتفاوض، خاصة إذا أتت الحكومة بنفسية إصلاحية بنفسية تعاون وإنجاز، هذا بلا شك لا بد أن تقابل التحية بمثلها.